الفنانة نعيمة الصغير الشهيرة بالكتعة تأمرت عليها صديقتها فقدتها صوتها الجميل بكوباية شاي. منعت الرقابة إعلاناتها. فنان وحيد هو اللي حضر جنازتها. مش هتصدقوا لما تشوفوا حفيدتها اللي ما خدتش نفس شهرتها. صندوق أسرار نعيمة الصغير. الفنانة نعيمة الصغير اتولدت 25 ديسمبر سنة 1931 في محافظة اسكندرية. اسمها نعيمة عبد المجيد عبد الجواد. بدأت حياتها كمطربة ومنوجيس بعد إما تعرفت على جوزها المطرب الشعبي محمد الصغير اللي سمت اسمها عليه وبقت اسمها نعيمة الصغير. اكتشفها المخرج حسن الإمام. كانت عندها صوت جميل جدا. كانت بتمنى تبقى مطربة مشهورة لكن حلمها اتكسر بسبب غيرة صاحبتها اللي قررت تقضي على حياتها. حطت لها ليها مادة سامة في كوباية الشاي علشان تتخلص من اسمها استحمل وانقذها من الموت. لكن المادة السامة قضت على احفالها الصوتية واصبحت صوت الجميل بقى صوتها خشن. كانت تتميز بالتمثيل الحما الشريرة المتسلطة ولكن بتعمل دور الأم ببراعة. لكن نعيمة ما نسيتش في البداية حلمها في الغنى. اتعرض عليها عمل إعلان لأكتر من منتج. ما ترددتش ووافقت على طول وخاصة إنها كانت هتغني في الإعلان. وبالفعل عملت الإعلان لشركة بسكوت شمعدان وشركة ماجي وأخدت فيه أجر 5000 جنيه. لكن الرقابة رفضت الإعلانات. ونيجي بقى لحفيدتها نعيمة الصغير اللي شاركت في أكتر من الأعمال وهي الفنانة عبير الصغير. بدأت في البداية في التسعينات وشاركت في الأعمال كتير بس ما خدتش نفس شهرة جدتها. فقررت تبعد عن الفن. من أعمالها مجانين على الطريق، سفاح في مدرسة البنات، البحر بيضحك ليه. توفيت نعيمة الصغير المشهورة بالكتعة 20 أكتوبر سنة 1991 عن عمر 60 سنة. رحلت في هدوء ومحدش حضر جنازتها إلا الفنان الوحيد عادل إمام اللي شاركها في عدد كبير من أعمالها الفنية. الله يرحمه.